السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصة عربية للإنتاج والتعليق الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي، موقع اسمه نبراتي.AI. تقدر تختار الصوت المناسب للمشروع بتاعك، وفي أصوات كثيرة جدا متعددة وأصوات احترافية، وبتحس إن هو صوت قريب من الطبيعي. والموقع عربي، فاحنا كل علينا إن احنا هنخش على الموقع، هنقول له تسجيل دخول، وأبدأ أختار بقى الصوت اللي أنا عايزه. اسمي فاروق، وأنا واحد من أصوات الذكاء الاصطناعي. الصوت ده مثلا اهو، هقول له أنا عايز استخدم الآن، وممكن تضيفه للمفضلة. طيب هنبدأ نديله بقى النص اللي احنا عايزينه، وفي هنا إزالة تشكيل للنص لو انت عايز. هقول له تحويل الصوت، هياخد التكست ده ويبدأ ان هو يخليه صوت كويس. نجرب. أكثر من 1000 صوتا من أصوات الذكاء الاصطناعي تولد أكثر من 2.3 دقيقة من الصوت شهريا على نبراتي. جميل، الصوت ممتاز. طيب ممكن تقول له بقى ايه، انا عايز اعمل داونلود للصوت دوت، بحيث ان انت هتجمعه في حاجة احترافية، ممكن مثلا كقط، يعني اكتر من صوت لاكتر من شخص بيتكلموا ورا بعض مثلا، تقدر انت تسيبه عادي مفيش مشاكل. دي اعداد تحكم بالصوت، لو انت عايز تخلي الصوت اسرع، تخلي توضح الصوت اكتر، يعني تقدر تتحكم في كل حاجة من مزايا الصوت اللي موجودة. طيب دي مكتبة الاصوات، تلاقي ناس كتيرة اهوت، تقدر تختار منهم زي ما انت عايز، والاداء بتاعهم كويس. ممكن تقول له مثلا عايز اطفال، فيبدأ يفلتر لك يجيب لك اطفال، في دول الباقة المجانية. اداة ناظم، دي تركيت لازم باشتراك. انا شايف المستوى بتاعه كويس، يعني حاجة احترافية، اتمنى تعجبكم ان شاء الله.